ده هو جاوب كل ده بيحصل النهارده. الحمد لله ان احنا في اليوم العالمي نحتفل مع الناس، وهو هو ده الهدف، الناس تعرف المريض ياخد حقه. ايه رأي حضرتك فيها؟ ايه اهميتها؟ المشاركة كانت عاملة ازاي؟ المشاركة كانت رائعة، احنا عملنا كده من سنتين او ثلاثة قبل كده، وكانت فعلا فعاليتها كويسة، بس اكتر مرة فعلا رائعة، الناس حاسة بينا والناس بتاخد على الاقل، هو ده كان ايه بتاعنا اللي نعمل اويرنس لما عشان العلاج بتاعه فهيبقى الاحسن واقل المشاكل بتاعته واقل الاعاقات. وايه اهميه ان وجود امس كير سوسايتي و امس سوسايتي وامس كير دي كلها معموله من العيانين، مفيش حد لما ليه علاقه بالعيانين، جمعنا وعملنا جمعيه عشان نساعد بعض، عشان احنا حاسين بعض اكتر من لازم يكون في توعية للعيان بالمرض نفسه لما يبقى عايز يعرف حاجة يعرفها، لأن مش سهل قوي إن هو يبقى فيه دكتور تحت إيده 24 أورز قاعد مستني إنه يكلمه أنا عندي هجمة ولا عندي أتاك، فإحنا نوعيهم بالموضوع دوت ونساعدهم، وإحنا حاولنا إن إحنا نرفع شكوانا من موضوع غلاء الأدوية لدكتور الصحة والأمن الصحي، فالحمد لله خدت الأدوية جامد. طبعا الحمد لله بقى متناول ببلاش، اما بنسبه 40% هو تبع التأمين، ما فضلش غير دواء واحد ب 23,000 جنيه دون، هو اللي احنا بنشرحه ربنا بقى عشان خاطر يبقى متاح لانه يبقى فعلا تمام. وانا كمان اهميه وجود امس كير النهارده في الايفنت بتاع كايرو طبعا دي حاجه مهمه جدا، والحمد لله ان احنا جينا، والحمد لله ان احنا عرفنا نوري نفسنا للناس، لان هنا شايفه بيستعجل يعني كتير قوي، حلو جدا. والناس يعني عايزه تعرف ايه هو لمس، يعني شكيت انهم عايزين يعرفوا بيعبروا. ومين الجهات المشاركة؟ طبعا تحت رعاية نوفارت، شركة أدوية نوفارت تحت رعايتهم، وخيروا رانا كويس ان احنا ميرج دوت بينهم، فكويس طبعا.